جدل اقتصادي وسياسي تسبب فيه تضارب الأرقام الرسمية بخصوص معدلات النمو والبطالة والعجز والمديونية، فقد احتدم هذا الجدل بين المندوبية السامية للتخطيط من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى. فالمندوبية السامية للتخطيط تتوقع معدل نمو يبلغ 2.4% ومعدل بطالة يبلغ 9.8%، أما نسبة العجز في الميزانية فستبلغ 6%، فيما ستتخطى المديونية حاجز 63.5% من الناتج الإجمالي. أما أرقام وزارة المالية فتشير إلى أن النمو سيصل إلى عتبة 4%، فيما لن تتجاوز البطالة 9%، وسينخفض العجز إلى 5.4%، في حين ستقف الديون عند حاجز 62.5%. تناقضات وتضارب وجهات النظر في الأرقام بين جهازين حكوميين دفعت برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إلى انتقاد ما سماها التأويلات السياسية لهذه الأرقام. هذا العيب على السي الحليمي التعليقات السياسية ديالو، شدا هو في التعليقات السياسية، وكيف يدير دابا مع صندوق النقد الدولي اللي تيقول 5.4% ديال العجز؟ عرفتي شنو هي 5.4% ديال العجز؟ كنا في 2012 إخواننا 7.6. ويرى كثيرون أن اختلاف الأرقام الرسمية بشأن التوقعات الاقتصادية كما أدى إلى حالة من الاضطراب الداخلي قد يؤثر بشكل أو بآخر على صورة المغرب لدى مؤسسات التنقيط الدولية. لكن المندوبية لا ترى أن هذا يضر بصورة المغرب، مؤكدة أن طريقة عملها تشابه طرق عمل أجهزة الإحصاء والتخطيط العالمية. الأثر ذلك على الخارج خلاف لما يقال فهو أثر إيجابي، لأنه المغرب كسائر الدول المتقدمة له منظمات مستقلة تعطي أرقام. وأحذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع حدة اللهجة بين المؤسسات الرسمية، داعين إلى التفريق بين النقاش التقني والاقتصادي والجدل السياسي الذي من المفروض أن يكون مكانه قبة البرلمان. يوسف ياسين، سكاي نيوز عربية، الرباط.